بسم الله الرحمن الرحيم يا الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين استغفر الله ربي وأتوب إليه كما إن قدح أنه لا مورد للإستصحاب أيزان ما تعاقب حالتان متضادتان وشك في ثبوتهما وانتفائهما موضوع البحث كان فرعا آخر في ضمن هذا التنبيه، تنبيه الحادي عشر طبعا وعلى أي حال كما قلنا لكم أن التنبيه الحادي أشار بالذات يتكلم عن الحادثين أو حادثتين في الحقيقة الذي كان موضوع الأصل لهذا التنبيه هو البحث عن حكم الحادثتين إذا يقاس أحدهما مع الآخر من جهة التقدم والتأخر والتقارن والآثار الشرعية التي تترتب عليهما في مختلف الحالات وفي أنحاء مختلفة وطبعا في ضمن هذا الموضوع طرح بعض الموضوعات أخرى وبعض الأبحاث استدرادا ومن باب إكمال البحث ومن باب الكلام يجر الكلام من هذه الأبحاث التي تذكر في آخر التنبيح هو هذا الفرع الجديد كما نعلم إلى الآن كنا نتكلم أنه ما هو أمران حادثان كان على الموزعين على يهال مثلا فوت الوالد كان إلى الآن وأيضا ايضا ماذا كان اسلام الولد كان اسلام بالنسبة الى الولد فوت بالنسبة الى الوالد الان نفرز ما هو موضوعا واحدا هناك موزوع واحد يعرض عليه حادثين او ما هو يعرض عليه حادثتين هنا ما هو الحكم مثلا كمثال بما انكم ترون وضعي بالنسبة الى هذا العباء عند يقين ان هذا العباء في الصباح تنجس لملاقاته مع النجس وأيضا أعلم أن هذا العباء في الصباح تتحرك لأجل إلقائه في ماء الكور مثلا ولكن لا أعلم أيهما كان مقدما وأيهما كان مؤخرا فهم يقين بالنسبة إلى الطهارة يوجد وهم يقين بالنسبة إلى النجاسة يوجد ولكن لا نعلم أن هذا العباء الوحيد الذي عرض عليه الطهارة وعرض عليه النجاسة أي الوصفين أو أي الحادثتين كان مقدما وأيهما كان مؤخرا، هنا ماذا نفعل؟ هل الاستصحاب يكون جاريا أو لا يكون جاريا؟ اصطلاحا نسميه تعاقب الحالتين، وتبعا الحالتين والحادثتين كلاهما أيضاً ما هو متزادتين إذا كانت الحالتين متلائمتين، قل لا بأس به لا يقع هناك أي مشكلة في مقام العمل إذن المشكلة أن كل حادثة لها اقتضاء خاص وكل حالة لها حكم خاص النجاسة تقتضي الاجتناب عن الأباء في وقت الصلاة بينما التحارة تقتضي جواز الدخول في الصلاة بواسطة هذه العباء أو بلبس هذه العباء هنا ماذا نفعل؟ بما أنه على أيها ما هو صاحب الكفاية رضوان الله عليك يعتقد أن هذا الفرع مثل السورة الرابعة في الأبحاث السابقة صاحب الكفاية يقول هنا وحدة زمان اليقين والشك أو بعبارة أخرى اتصال زمان الشك بزمان اليقين لا يكون محرزا عند يقين أن هذا كان طاهرا والآن شك في بقاء الطهارة ربما في الوسط النجاسة عرزت وعند يقين أنه كان نجسا الان شك في بقاء النجاسة نحتمل انه في الوس في الوسط عرزة التهارة على هذا العباء فانقطع زمان الشك من زمان اليقين وقع الانفصال بين الزمانين لأجل هذا أخون رضوان الله عليه بعكس أستاذه الشيخ الأنصاري يعتقد أن الاستصحاب هنا لا يجرى وهذا المورد من موارد الشبهة المصداقية للتنخذ اليقين بالشك لا أنه مصداق له والكبرى يأخذه التفت جيدا كما إن قدح أنه لا مورد للإستصحاب أيضا فيما تعاقب حالتان متزادتان مثل أي شيء كالتحارة والنجاسة والشك في ثبوت الحالتان وانتفاء الحالتان للشك في المقدم والمؤخر من الحالتان لو كانت التحارة مقدمة فالعباء الآن نجس لأنها تنجست لو كانت النجاسة مقدمة فالآن العباء طاهرة لأنه بعدها جاءت التَّهَارَةِ بما أن تاريخ التقدم يكون مجهولا لأجل هذا ما هو هنا نقع في الإشكال أنه ماذا نفعل هل الاستصحاب يكون جاريا أو لا يكون جاريا فكما تدققون في هذا المورد موضوع يكون واحدا والحادثة أو الحالة تكون ما هو حادثتين إلى الآن كنا نتكلم عن الموضوعين مع الحادثتين ولا نعلم سبقهما وتأخرهما هنا إذا طبعا لا نعلم السبق والتأخر ولكن بالنسبة إلى موضوع الواحد لا نعلم أي حالة هذا الموضوع حالة هذا الموضوع أيهما كان مقدما وأيهما كان مؤخرا وصف الطهارة كان سابقا على النجاسة أو لا وصف النجاسة كان سابقا ومقدما على وصف الطهارة هنا صاحب الكفاية يقول بما أنه على يهال شك في التقدم والتأخر يقول هنا أيضا لا مورد للإستصحاب وهذا بحكم السورة الرابعة في الأبحاث السابقة لماذا؟ الدليل نفس الدليل وذلك لعدم إحراز الحالة السابقة المتيقنه المتصله بزمان الشك في ثبوت الحالتين وتردد الحاله السابقه بين الحالتين على بما انه يكون هكذا وانه ليس من تعارض الاستصحابين وان هذا المورد لا يكون من تعارض الاستصحابين كما تصور الشيخ رضوان الله عليه شيخ الأنصاري يعتقد انه ما هو عند يقين سابق بالطهاره الآن أشك في بقائه، أستسحب بقائه كلا الزمانين أجعل واحدا. عندي يقين سابق بالنجاسة، أستسحب الآن أشك في النجاس أستصحب بقاء النجاسة، أستسحب بقاء النجاسة كلاهما يجرى ولا يوجد فِيهَا أي إشكال. ولكن صاحب الكفاية رضوان الله عليه يقول لا، صحيح يقين السابق بالطهارة يوجد. أنت تحتمل أنه بين الشك واليقين النجاسة دخلت بعنوان الفاصلة. صحيح عندك يقين سابق بالنجاسة والان شك في بقائها، ولكن تحتمل أن الطهارة وقعت الفاصلة بين اليقين والشك. لأجل هذا يقول ففهم وتأمل في المقام فإنه دقيق. وواقعنا إذن هذا يكون دقيقا، وطبعا كما قلت لكم استصحابين هنا يتعارزان، وأصلا جعل الحجة للمتعارزين هل يكون نوع من اللغو ام لا اشرت لكم في درس السابق، وهنا ايضا ما هو تنبيها ذكرت لكم نقطه اخرى على فرض الاهي حال تعارض الاستصحابين وتساقطهما وعلى فرض عدم اجراء الاستصحاب كما ذهب اليه صاحب الكفاية رضوان الله عليه لو نشك في طهاره العبا ونجاسته الان أصل موضوع قاعدة الطهارة تجرى كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس فنحكم بطهارة هذا الأباء تعبدا ونكتة أخرى كما نعلم في هذا التنبيه إلى الآن في تنبيه الحادع عشر من أول البحث إلى الآن كل البحث كان في تبيين صغريات الاستصحاب وفي الحقيقة لم نتأمل من هذه الجهة أنه واقعا هل هذا الكبرى يمكن انطباقه على المورد ام لا صحيح من جهة فقدان بعض الأركان وأنه إحراز اتصال زمان اليقين بزمان الشك لا يوجد أو يقين السابق لا يوجد من جهة التأمل على الأركان على يهال ما هو وقع بعض التأملات من قبل المصنف رضوان الله عليه ولكن وأمدة النكتة التي ذكرناها لكم في أول البحث أيضا هو أنه لم نراجع الى الادله من جديد ونحن بالراهن نقول ما هو نتمسك بكبر الاستصحاب وانصافا احراز كون المتكلم في مقام البيان بالنسبه الى جميع هذه الصور يعني بالنسبه الى قياس الحادث للزمان قياس الحادثين بانفسهما بجميع الصور وهنا ما هو في تعاقب الحالتين او عروز الحالتين المتزادتين لموضوع واحد إحراز كون المتكلم في مقام البيان مما يصعب على الفقيه لأجل هذا لو اشترطنا في التمسك بالإطلاق كون المتكلم في مقام البيان فتطبيق كبرى الاستصحاب على هذا المورد مما يصعب وفي الحقيقة نواجه مع المشكلة في أصل المقتزي هذا كله في تنبيه الحادي عشر من الآن ندخل في تنبيه الصانع عشر بعون الله استصحاب الأمور الاعتقادية وطبعا ما هو هذا التنبيه أيضا يواجه نفس العذر والمشكلة التي كان في تنبيه الحادي عشر وأنه ما هو كيف نحرز كون المتكلم في مقام البيان مهم أن العلماء أطلقوا وتمسكوا بإطلاق الاستصحاب كل فرع وجد في الذهن ثبوتا وهذه على يهال ما هو في الحقيقه استفاد من قدره الذهن ومن قدره الخيال ووسع وعمم مصادق الاستصحاب وصغرياته على يهال الى ما لا نهايه له تقريبا الان هنا حينما ناتي صاحب الكفايه من الأول يتعرض للمقدمه وانه ما هو انه قد عرفت في تنبيه العاشر ان مورد الاستصحاب لابد أن يكون حكما شرعيا مثل وجوب الجمعة أو موزوعا لحكم كذلك الشرعي مثل عدالة الزيت مثلا فلا إشكال في الاستصحاب فيما كان وهذا طبعا بيناه في تنبيه الأشير وهناك عبرنا أن المستصحاب بناء على إطلاق في كبر الاستصحاب لابد أن يكون قابلا للتعبد فقد هذا المقدار الآن مرة أخرى صاحب الكفاية يقول حكم شرعي أو موزوع شرعي هل لابد من فهمه وتبيينه بالتوجه الى ما ذكره في الابحاث السابقه؟ اذا كان هكذا يعني مستصحبنا لابد ان يكون قابلا للتعبد فلا اشكال في المستصحب فيما كان المستصحب من الاحكام الفرعيه مثل وجوب الجمعه او الموضوعات الصرفه الخارجيه انه في السابق كان خمرا الآن أن نشك أنه أصبح خلا أملا لا؟ بقا خمريته كما قلت لكم أو اللغوية إذا كانت اللغوية ذات أحكام شرعية وإلا لو لم يترتب عليها أثر إجراء الاستصحاب في فهم اللغة وفي معنى وفي معنى كلمة من كلمات اللسان يكون لغوا مثلا ما هو كلمة السعيد قبل مجيء الإسلام كانت ظاهرة في مطلق وجه الأرز بعد الاسلام وبعد ذكرها في ايه التيموم فتيمم سعيدا طيبا نشك ان الكلمه نقلت الى معنى جديد ام لا نستسحب بقاء معناه فمعناه ان التيمم على مطلق الْأَرْضِ لا بأس به هنا ايضا استصحاب يكون معقولا اذا استصحاب الاحكام الشرعيه في موضوعات الصفه الخارجيه وفي كلمات اللغة لا بأس بها صاحب الكفاية يقول إلى هنا طبعا كله يدخل في الكبرى التي أو في القاعدة التي أسسناها أن المستسحب لا بد أن يكون قابلا للتعبد الشرعي وأما الأمور الاعتقادية من هنا ندخل في, مو في, مو في سلب الموضوع في موضوع الأصل للباحث أمور الاعتقادية كيف بالنسبة إلى المعاد بالنسبة إلى التوحيد بتفاصيله تفاصيل المعاد تفاصيل النبوة أصل النبوة الإمامة وأمثالها هل الاستصحاب يجرى في هذه الموارد أم لا صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه من الأول يقول أمور الاعتقادية على قسمين قسم من الأمور الاعتقادية الشرط الاصلي فيها او وظيفه المكلف فيها هو صرف التسليم يكون، ولكن قسم اخر يطلب من المكلف الغور فيها والتامل فيها والمعرفه والفهم والقطع بها، وطبعا كل واحد له اقتضاء خاص، اما القسم الامال واما الامور الاعتقاديه التي كان المهم في هذه الامور شرعا هو الانقياد والتسليم والاعتقاد فقط طبعا، لا يطلب غير الاعتقاد شيئا، طبعا بشرط ان نفكك بين الاعتقاد وبين المعرفه، وان المعرفه والعلم والفهم شيء والاعتقاد شيء اخر. بعض الاوقات يوجد الفهم، يوجد العلم بالشيء. يوجد اليقين والقطع بالشيء ولكن لا يوجد هناك اعتقاد به وبالعكس بعض الاوقات هناك اعتقاد يوجد ولا يوجد هناك ما هو العلم به مثلا واما الامور الاعتقاديه التي كان المهم فيها شرعا هو الانقياد والتسليم والاعتقاد بمعنى عقد العقل على هذه الامور من الاعمال القلبيه الاختياريه بشرط ان تكون ما هو اختياريه مثلا بالنسبة إلى تفاصيل عالم البرزخ تفاصيل نعم الجنة لا يجب علينا ما هو معرفتها وتحصيل اليقين بها لا الذي مطلوب من المكلف هو ماذا التسليم بالنسبة إلى هذه الأمور وعقد القلب عليها مثلا إذا كان هكذا يقول فكذا لا إشكال في الاستصحاب في هذه الأمور حكمان يعني أصل حكمها وكذا موضوعًا في ما كان هناك يقين سابق وشك لاحق طبعا بشرط ان يكون ما هو يقين سابق وشك لاحق افرز استصحاب على حال ما هو استصحاب الحكم كيف نقول الاعتقاد افرز بوحشه القبر او بالسؤال في القبر في صدر الاسلام كان موجود او قبل الاسلام كان موجود نشك في بقائه لاحتمال نسخه مثلا نسخ بقاء وجوب الاعتقاد به مثلا ولكن ما هو استصحاب الموضوع ايضا افرز ما هو نقول السؤال أه 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 في القبر بالنسبه الى عموم المسلمين كان موجود ولكن في خصوص هذا المورد مثلا بالنسبه الى الشهداء نشك أن لهم سؤال القبر أم لا نستصر ما هو بقائه مثلا لأجل هذا لا إشكال في الاستصحاب في هذه الأمور حكما وكذا في فيما كان هناك يقين سابق وشك لاهيق أولا لماذا يصح لصحة التنزيل يعني نستطيع أن ننزل المشكوك منزلة المتيقن تعبدا وأيضا وعموم الدليل طبعا لا تعبير بالعموم لا يكون دقيقا وإطلاق الدليل لا تنقذ اليقين بالشك ولا ينبغي لك أن تنقذ اليقين بالشك كله ما هو التعبيرات أو الآدات آدات إطلاقية لا تكون آدات آدات الأمم مهم نتكلم بإطلاق الأدلة ونقول إطلاق الأدلة يأخذ حتى الفروع الاعتقادية والقلبية أيضا أمور التي نقلت في الإسلام ولم يكلفنا الإسلام في هذه الأمور بتحصيل اليقين والمعرفة القطعية كتفاصيل هذه الأمور مثلا نقول ما هو لا بأس أن يشملها إطلاق الاستصحاب ونستصحب ونقول عليها المتعبدا نقبلها وطبعا هنا كما أشرت لكم في أول البحث كون إحراز المتكلم في مقام البيان في هذه الإطلاقات صعب احد يستشكل على الاخون هنا دفع دخل المقدار يقول هذا اصل عملي اصل عملي كما نعلم يرتبط بعمل المكلف استصحاب البراءه والحال انك اجريت الاصل في الامر القلبي والاعتقادي والباطني الجوارح غير الجوانح فكيف اخترت واستفدت قاعده التي ترتبط بالجوارح في احكام الجوانح مثلا صاحب الكفاية يقول هذا خلت لكم خلت منكم أصل العمل يكون في مقابل الأمارة الأمارات كاشفة والحال أنه ما هو أصل العمل لا يكون كاشفا ولكن تعبدا نعامل معه معاملة الكشف مثلا وكون الاستصحاب أصلا عمليا إنما هو بمعنى أن الاستصحاب وظيفة الشاك تعبدا قبالا للإمارات الحاكية عن الواقعيات فيعم الاستصحاب العمل بالجوانح أي الاعتقادات كالجوارح أي الفروعات مثل الصوم والصلاة والزكاة والخمس وأمثالها هذا كله بالنسبة إلى قسم الأول من الأمور الاعتقادية التي المطلوب فيها هو صرف الالتزام القلبي والإيمان القلبي والتسليم القلبي مثلاً وجري العمل على وفقها وامثالها ولكن واما التي كان المهم فيها شرعا وعقلا هذا قسم ثاني من الامور الاعتقاديه التي يشترط فيها وتقتضي ماهيتها إمعان النظر فيها والدقة فيها والغور فيها وتحصيل اليقين والاعتقاد بها نقول وأما الأمور الاعتقادية التي كان المهم فيها شرعا وعقلا هو القطع بها ومعرفة هذه الأمور على مثل أصل وجود الله سبحانه وتعالى مثل توحيد الله سبحانه وتعالى مثل أصل النبوة فلا مجال له للاستصحاب فيها موزوعا موزوعا لا يجرى لأنه استصحاب لا يفيد اليقين وطبعا ما هو نحن قلنا أنه يشترط فيه اليقين نعم ويجري فيه الاستصحاب حكمان، حكمان لا بأس به، حكمان كيف؟ فلو كان المكلف متيقنا بوجوب تحصيل القطع بشيء كتفاصيل القيامة في زمان، والشك في بقاء وجوبه في بقاء وجوب تحصيل القطع يستصحب. المعروف المشهور عند علماء الاسلام أن في وصول الاعتقاد يجب تحصيل القطع واليقين. نقول في صدر الإسلام مثلا تحصيل القطع بالنسبة للنبوة كان واجبا الآن في زماننا لأجل عروض بعض الحالات وسد الطرق وصعوبة تحصيل القطع على يهال دورنا وعصرنا عصر قلة القطع واليقين من كسرة الشبهات من كسرة الإشكالات من كسرة الإبتلاءات الزحنية على يهال ما هو قلت تعداد اليقين وباب اليقين كأنه يكون مغلقا للإنسان ففقيه مثلا يعرض له الشك هل في زمان وفي عصر أيضا تحصيل القطع واليقين يكون واجبا أم لا يستصحب ما هو بقاء وجوب القطع واليقين وهذا لا بأس به طبعا هذا محله في الحقيقة محل هذا البحث يكون في أول بحث الاجتهاد والتقليد وتستطيع أن تسميه فقه العقيدة وأن الفقه كما يبين أحكام الجوارح يبين أحكام الجوانح أيضا مباحث الكلامية والمسائل الكلامية من حيث تدخل في علم الكلام من جهة الاستدلال وإقامة البرهان عليها ومن حيث الأحكام الفرعية تدخل في الفقه وأنه كل مسألة من مسائل الكلامية لها ما هو حكم في الفقه أيضا أصل التوحيد مثلا اصل اثبات وجود الله سبحانه وتعالى واجب على الانسان فقها. ولكن فروعات علم الله سبحانه وتعالى، فروعات التوحيد وامثالها، تفاصيل صفات الله سبحانه وتعالى، لا يجب على الانسان فقهيا مثلا تحصيلها وعليها ما هو مثلا. مهم، فصاحب الكفايه رضوان الله عليه يقول استصحاب الموضوع هنا لا يجرى لانه ما هو في أصل النبوة في أصل وجود الله نحن نحتاج إلى القاتل استصحاب لا ينفع في السابق هذا كان نبيا الآن تستصحب بقاء نبوته لا ينفع نعم بالنسبة إلى حكمه الفقه لا بأس استصحاب يكون جاريا بعده صاحب الكفاية رضوان الله عليك الآن يشير إلى موضوع آخر وأما لو شك في حياة إمام زمان مثلا الشيعة وفروز في عصر الصادقين عليهم السلام بعضهم على حال في الأمصار البعيدة كالقوم مثلا يشك أن إمام الباقير عليه السلام إلى الآن يكون حيا أم لا استصحاب يجرى ولا يجرى يقول فلا يستسحب لأجل ترتيب للزوم معرفة إمام زمانه يجب عليه أن يتيقن بوجود الإمام بل يجب تحصيل اليقين بموت الإمام أو حياة الإمام مع إمكان اليقين لأن التكليف بما لا يطاق أصلا لا يصح لا في الفقه ولا على حال ما هو في أصول الاعتقادات مهم ما دام يكون ممكنا عليه أن يتيقن وعلى هذا كان دأب الشيعة كان يرسلون مجموعة من الأشخاص الأمين ومن يعتمد عليه إلى المدينة وإلى مكان استقرار الامام عليه السلام وكان يسالون عن حياته ومماته وطبعا هؤلاء حينما كانوا يرجعون الى انصارهم واوطانهم فكانوا يخبرون البقيه وبخبرهم كان يحصل لهم الاطمئنان او اليقين لاجل هذا فصاحب الكفايه رضوان الله عليه نما يقول استصحاب يجرى او لا يجرى هذا صرف الفرض دعب الشعر لم يكن هكذا ولا يشتبه عليكم بعده صاحب الكفاية يقول ولا يكاد يجد الاستصحاب في مثل وجوب المعرفة عقلا او شرعا الا اذا كان حجة من باب افادته افادة وجوب المعرفة الزن وكان المورد مما يكتفى بالزن اي زن على أيها ما هو في السابق عقلا المعرفة بهذه المسألة كانت واجبة او شرعا كانت واجبة الان لو نشك ببقاء وجوب المعرفة ام لا صاحب الكفاية يقول هذا لا ينفع لماذا؟ لأنه ما هو استصحاب على يهال لا يحصل لك المعرفة مثلا يقول اللهم إلا أن يكون المورد الزن أي زن فيه كافيا مثلا وأنه ما هو إذا كان هكذا لا بأس بإجراء الاستصحاب مهم بعد ما بين صاحب الكفاية رضوان الله عليه مقدمة البحث في الأمور الاعتقادية وأنهما هو أمور الاعتقادية على قسمين يقول فالاعتقاديات كسائر الموضوعات لا بد في جريان الاستصحاب في الاعتقاديات من أن يكون في الموريد أي في مسألة التي تجرى فيها الاستصحاب من المسائل الاعتقادية والكلامية أثر شرعي يتمكن المكلف من موافقة الأثر مع بقاء الشك في هذا الموريد لابد أن يترتب عليه الأثر طبعا كان ذاك الاستصحاب متعلقا أو كان ذاك المورد متعلقا بعمل الجوارح كالغسل والتحارة والحاج أو الجوانح على حال أمور الاعتقادية الإيمان بالقيامة الإيمان بعالم البرزخ الإيمان بالحساب والكتاب وأمثالها والإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى وتوحيده مثلاً هذا كله بالنسبة إلى هذا البحث، وتبعا لهذا التنبيه الثاني عشر تتمة، سندخل في هذه التتمة في حلقة أخرى إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والعبد لا يرجو سوى مولى فانعم واكرم واطعم، أدعوك ربي وقبيل. ندائي ومجيبي والعمر أنوار المغيب فاغفر بحال العبد يا الله فاسك واغفر وارحم